استقبل الأخ الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام، وبحضور الأخوة الشيخ صادق أمين أبو راس نائب رئيس المؤتمر عضو المجلس السياسي الأعلى، والأستاذ عارف عوض الزوكا الأمين العام للمؤتمر، والأستاذ ياسر أحمد العواضي الأمين العام المساعد، وعدد من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة، وعدد من كبار مشايخ اليمن يتقدمهم الشيخ ناجي بن عزيز بن عبد العزيز الشايف شيخ مشايخ اليمن، الذين أكدوا موقفهم الحريص على سلامة البلاد والحفاظ على الأمن والاستقرار، واستعدادهم للمشاركة الفاعلة والإيجابية لإنجاح فعالية الاحتفاء بمناسبة ذكرى تأسيس المؤتمر يوم الخميس القادم 24 من أغسطس. وقد ثمن الزعيم موقف مشايخ اليمن، وهو الموقف الوطني المسؤول الذي سيظل محل تقدير واحترام، مؤكدا أن احتفالية المؤتمر الشعبي العام بذكرى تأسيسه 35 فعالية سلمية، وللتأكيد على الوقوف ضد العدوان وتعزيز الجبهة الداخلية ورفض جبهات القتال التي يتصدى فيها المقاتلون الأبطال من الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من عامة أبناء الشعب للعدوان الغاشم والبربري الذي تقوده السعودية وبتحالف يضم 17 دولة، ويستهدف سيادة واستقلال ووحدة الوطن وكرامة وعزة الشعب اليمني. وأشار الأخ الزعيم إلى ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على سلامة وأمن الوطن والمواطنين، باعتبار أن الأمن هو أمن الجميع ومسؤولية كل أبناء الوطن الشرفاء، مؤكدا على أهمية الحفاظ على وحدة الصف وتكاتف الجهود لمواجهة التحديات وفي مقدمتها العدوان، وإننا في المؤتمر الشعبي العام حريصون على صلابة وتماسك ووحدة الموقف الوطني وعلى الشراكة الوطنية بين المؤتمر وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم في مواجهة العدوان والتصدي لكل محاولات النيل من هذه الشراكة الوطنية التي تقوم على أساس من الشعور بالمسؤولية الوطنية الجسيمة لطرفي الشراكة، وذلك في ظل الظروف الراهنة الحافلة بالمخاطر والتعقيدات والتحديات المحدقة بالوطن وبأبناء شعبنا الرافضين لكل أنواع الذل والمهانة والاستسلام والخنوع والوصاية والإملاءات من أي جهة كانت. وقد عبر المشايخ عن الشكر والتقدير لفخامة الزعيم على تفهمه لأهمية وخطورة المرحلة، وعلى حرص المسؤول ودعوته أو حرصه المسؤول ودعوته الكريمة لكل القوى الوطنية في الساحة اليمنية، وفي المقدمة أنصار الله وحلفائهم للمشاركة الفاعلة في تنظيم وإحياء فعالية المؤتمر الشعبي العام يوم 24 من أغسطس. عقب مصدر مسؤول بمكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام على ما نشره الأخ